وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم. السلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته. وتتبعت أشقى ثمود وتبع وبنت على تأسيس كل خون الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين. والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، والقاطعين راكة كيما تظل في ظل أوراق لها وغصوني بعاد، والقائدين إمامهم بنجاة والطهر تدعو
خلفهم برنية خلوا ابن عمي أولاك شوف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دون ياني ورنت إلى القبر الشريف. وين تروح الزهراء؟ وين تبث آلامها الزهراء أمامها المصائب والمحن التي حلت على قلبها؟ ورنت إلى القبر الشريف بمقلتين عبرا وقلب مكمد محزون نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتا عز على العداد معينه أي الرزايا التقي بتجلد هي في النوائب ما حييت قريني فقدي أبي أمغاص بعلي حقه أم كسر ضلعيه أم سقوط جنين ولي اتقله يا أبو إبراهيم من عقبك مظلم الدار يا بويا ما تدري ايش سوت الاشرار الباب رادت تحرق النار يا بويا بس ما متت يا زين المعاني يا بويا العدو للبيت جاني لطمني على عيني وعماني يا بويا بس ما متت والنعشالو يا ويلي بيتي عليه الحطب داره وبعلي علي بحبال قاده تقعد يا يابا وقول خلوه هذا عزيزي لا تسحبوا آه ومحمدا وسيدتا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كثيرة هي الآيات الشريفة التي تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الآيات
التي تحدثت عن رسول الله أرادت أن تبين ما لرسول الله من كمالات ومقامات اختص بها صلى الله عليه وآله، لكن من نرجع إلى القرآن الكريم أريد نتعرف على هذه الآيات وما أشارت إليه في حديثها عن رسول الله، فلا يمكن لنا أن نصل إلى المعرفة بما فيها إلا من خلال من هم أعرف وأعلم بكتاب الله. لهذا المعرفة برسول الله أمر مهم، ولكن من خلال ماذا؟ هل نكتفي بالقرآن؟ القرآن يحتاج إلى من يكون على معرفة بما فيه. لهذا النبي صلى الله عليه وآله بيّن العلاقة بين القرآن والعترة الطاهرة، وعبر عنهما بأنهما لن يفترقا. أي واحد يريد يوصل إلى كل ما في القرآن لا يتسنى له ذلك إلا من خلال المعرفة بالعترة، ومن خلال العترة يصل إلى المعرفة بما في القرآن. وفعلا تعال انت إلى بعض الآيات الآن، لما أوقف عند بعض الآيات في القرآن الكريم وأتأمل فيها وهي في مقام الحديث عن رسول الله، خذ على سبيل المثال لما يجي القرآن الكريم ويقول ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. أجي أسأل يا ترى ماذا يقصد بالضلال؟ فاللي يقول إحنا بس يكفينا القرآن يقول نعم الضلال الذي هو في قبال الهدى، يعني بحيث أن النبي لم يكن على طريق الهدى فهداه الله، ولا عنده أي مشكلة، وما المانع من ذلك لو قلنا النبي هالشكل يعني خير يعني، ولا ما يصير، لأن في ذلك نقض للغرض الذي أراده الله. الله عز وجل لما أن أرسل هذا النبي العظيم غرض الغاية من وجوده، لاحظ الآيات ماذا تقول، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون. أرسله بالهدى من أجل هداية الناس، فإذا كان هذا الذي يجب عليه أن يقوم بهداية الناس يحتاج إلى من يعمل على هدايته، بالنتيجة فاقد الشيء لا يعطيه. أيضا لما أروح إلى آية أخرى، وإذا بالقرآن ماذا يقول، إنا فتحنا لك فتحا مبين، ثم تجي الآيات الشريفة وتقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أجي أوقف عند هالآيات، صدق يعني المقصود أنه رسول الله، الله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني كان يصدر منه الذنب ويكون منه الخطأ، حاشاه ذلك، ما يمكن. إذا ما يمكن إذا ماذا تعني هذه الآيات؟ كيف توجه؟ شلون يمكن لنا فهم هذه الآيات؟ قل له بالنتيجة حتى تفهم هذه الآيات وغيرها من الآيات، إذا فعليك أن ترجع إلى من هم أعرف بكتاب الله والذين هم عدل القرآن. ولهذا من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فلا يمكن ذلك إلا من خلال محمد وآل محمد. وطبعا إذا ترجع إلى المعصوم هالآيات كلها يوجهها ويبينها ويذكر لها عدة وجوه، لكن لا يوجد في هذه الوجوه أنه يقول بنسبة
الذنب أو الضلال إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر الآخر، لاحظ الله عز وجل كما قلنا في كثير من الآيات يتحدث عن رسول الله، منها هذه الآيات الشريفة: وما أرسلناك إلا رحمة. هم نريد نعرف ماذا يقصد بذلك، وماذا تعني هذه، وأين تجسدت هذه الرحمة؟ فلما نجي أقول يا ترى الرحمة الإلهية ماذا يقصد بها؟ قالوا الرحمة على قسمين، هناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة. لهذا تقرأ في الآيات الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية، الرحمة الرحمانية العامة والرحيمية الخاصة بالمؤمنين. الآن لما نجي للآيات الشريفة وهي تقول وما أرسلناك إلا رحمة، فيا ترى هل أنها تعني الرحمة الخاصة يعني رسول الله؟ إنما هو خاص لجماعة، خاص لفئة، خاص إلى قومية معينة، ليس إلى كل الناس. قل ما يمكن، ما يمكن. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول إحنا حينما، نعم أكو هناك من أراد أن يأطر النبي بهذا الإطار، سواء كان إطار قومي. ولهذا من يجي إلى القرآن الكريم ويقرأ في الآيات الشريفة، لاحظ لما أقول القرآن يحتاج إلى أنه أنا أقرأه من خلال من هم على معرفة بكتاب الله. فلما أقرأ في الآيات الشريفة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فاللي عنده يعتز بقوميته يقول نعم، شوف الله شلون يريد أن يرفع من مقامنا إحنا كعرب، فيقول من أنفسكم. قل لا ها، من أنفسكم. أنت تقول من أنفسكم، جيب دليل أنه يعني بذلك القومية. وإذا جاء واحد يأطر النبي هكذا إطار من أنفسكم، يجي واحدة منها أنها تعني بذلك أنه من البشر. الله عز وجل جاب رسول الله ليس بملك، ليش؟ واحدة منها، حتى لا يجي واحد يقول والله أنا شلون يمكن لي أن أقتدي برسول الله وهو ملك، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فواحد إذا يريد أن يقتدي برسول الله يمكن يقول ما يمكن، هذا ملك وين أقدر؟ لكن لما يقول لا، قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن الله عز وجل جعل لهذا البشر خصوصية، جعله سيد الخلق وأشرف الخلق منذ أن كانت البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يوجد من هو أفضل من رسول الله محمد. إذن فلما نقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل الناس، كل الناس، وإذا بهم ينتفعون ويستفيدون من هذا الوجود المبارك لرسول الله. ثم أجي أقول يا ترى لما الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أين تجسدت في شخصية رسول الله؟ وين؟ وإذا واحدة منها في الجانب التكويني، واحدة منها في الجانب التشريعي، واحدة منها في الجانب التربوي. فلما نقول القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول لنا نعم، على مستوى تكويني سر وجود هذا الكون بما فيه إنما كان هو من؟ هو رسول الله. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف،
وكان سيد الخلق وأشرف الخلق هو رسول الله محمد. سيد الخلق وأشرف الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، هذا على المستوى التكوين. الله أفاض على هذا الكون بما فيه من بركات رسول الله صلى الله عليه وآله. فلولاك يا محمد، لولاك ما خلقت الأفلاك. هنا تتجلى الرحمة الإلهية. بعد على مستوى تشريعي، اسمع الزهراء عليها السلام تقول: ترى الله أرسل رسول الله، أرسل من أجل ماذا؟ اختاره من أجل ماذا؟ أوليس من أجل هداية الناس؟ إذن شنو الوسائل اللي كانت عند رسول الله؟ واحدة منها أنه جاء بكل هذه الأوامر الإلهية لكل هالصفة في مصلحة الإنسان. ولهذا الزهراء جاءت تتحدث عن هذا الأمر فلسفة التشريع، فقالت: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم منكم، والصلاة تنزيها لكم، والزكاة تزكية للنفس، ونماء للرزق، والحج تشييدا للدين، والصيام تثبيتا للإخلاص. إلى أن قالت المحور كله في المعرفة بكل هذه الأمور من خلال من؟ قالت: وطاعة للملة، وإمامتنا أمان من الفرقة. طاعتنا إحنا محور اللي يجب أن يكون عليه الناس للمعرفة بكل ما أراده الله، إنما من خلال محمد وآل محمد. هم على مستوى تربوي، شوف الرحمة الإلهية شلون النبي صلى الله عليه وآله تجسدت فيه تلك الرحمة الإلهية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويا كل الناس لا، بل اسمع بعد في الآيات الأخرى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك. هذا دليل على شنو؟ أوليس دليل على تجسد الرحمة الإلهية في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وكان حريص على هداية الناس إلى لحظاته الأخيرة. ما تقول مرت عليه لحظة وانتابت حالة من اليأس، وأصيب بحالة من الإحباط، وتراجع عن القيام بدوره لا لا لا، في كل مرحلة حتى لحظاته الأخيرة هو على فراش المرض يريد يأمن مستقبل هذه الأمة. دليل حبه ورحمته بهؤلاء الناس، قال: ائتوني بدوات وكتب، أكتب لكم كتابا لن تضل. ويا لها من فرصة ثمينة، أكتب لكم كتابا لن تضل بعده أبدا. صار النزاع بمحضر رسول الله، صارت صيحة ونادى المنادى: حسبنا كتاب الله. وإذا برسول الله، ها قام واحد يريد فض النزاع ويريد أن يأتي بما يريده رسول الله، فالتفت إليه أحمد: ماذا تريد أن تصنع؟ قال له: وما تسمع ما يطلبه رسول الله؟ قال له: اجلس، إن محمدا ليهجر، إن محمدا ومحمدا. الله شلون أثرت هالكلمة، كل اللي صار على النبي مدة 23 سنة،
كل الأذى الذي لحق برسول الله إلى جانب، وهالكلمة التي قيلت كلها إلى جانب. أغشي على رسول الله، أغشي على رسول الله، أفاق ألا نأتيك بالدوات والكتب؟ قال بعد الذي قلتم فلا. الآن لو كتبت لكم شو رايحين تقول؟ صدر منه ما صدر وهو في غير وعيه، ها، وما كان ملتفت إلى ما كان يقول. لا إله إلا الله. فإذا به شو اللي صار على رسول الله؟ أغشي عليه، أغشي عليه، أفاق ألا نأتيك بالدوات؟ قال بعد الذي قلتم فلا، لكن أوصيكم بأهل بيتي خير، أوصيكم بأهل بيتي خير. الله الله في فاطمة، الله الله في فاطمة، الله الله في علي. أصبر يا رسول الله، تغمض عينيك، أصبر يا رسول الله، شوف شو اللي صار رايح يصير. وفعلا شو اللي صار؟ ما إن غمض النبي عينيه، شو اللي صار؟ إجا أحدهم يخاطب أمير المؤمنين، الله يرحم شيخنا المقدس شيخ عبد الرسول البصاري، يصور هذا المشهد. شو اللي صار من بعد رسول الله؟ قال شلون شلون انهضمت الزغرة وابو الحسنين حاميه، عجب يصبر بين الباب تعصرها أعاديها، عجب صبرك يا داح الباب تدري بالجراول صار، بيتك مهبط الأملاك وبابك يشب النار. والله عجب يا كرار تدري بوكزة المسمار، مسمار بصدر فاطم نبت والويل حل بيها، حين المات من عماك لفوليكم يا ابو الحملات، نادوك بعجل دطلاع وبايعنا نبيكم ما. طلعت فاطم الدافع ولطماها على الوجنا، لطماها وعصرها، يا عجب صبرك يا واليها. ومحمدا فعلا ما إن غمض النبي عينيه، وإذا بفاطمة أصبحت من عظم الأسى تنادي وأسوأ صباحا، فيجيبها المجيب إن صباحك إلى صباح سوء، وأقبلوا بالحطب الجايز ووضعوه على باب دارها، وفاطمة تنادي يحرج عليكم استئذان، وإذا بالعدو رفس الباب برجله. يا الله، يقول استقبلتني بوجه أعشى بصري نورا، ماذا صنع؟ يقول رفعت يميني فلطمتها لطما من ظاهر خمارها، فاحمر خدها وانتثر قرطها، ولاذت بين بابها وجدارها، فأحس بها العدو فأسند ظهره للجدار ورجليه في الباب وصار يعصرها.
تقول سمعت لهانين كنت أنا لين وأنفليت لكن تذكرت سحر محمد وعلي وما فعل بصناديد العرب صار العدو يعصرها ووقعت بين بابها وجدارها وإذا بها تنادي فض إليك خذيني صحات قومي يا فض بالعجل روح العلي الكار خبريح يا فض بضلعيه ونبتة الميس ترضى يا حامي الجار فاطم يضربه ومحمدا قالت قولي للعدو لطم فاطم على الوجنة ظلت من شدة اللطمة أجذب الحسرة ترضى يا حامي الجار فاطم يضربه بعد صار مولاتي قالت برجل رفسني يا الله يا الله قالت برجل رفسني وكسر ضلوعي بصيري الباب محسن وقع مني وقع يتعفر ابني ترضى يا حامي الجار فاطم يضربه ولي ولي ويا يا لي تقل ابويا يا ابويا تقل يا ابويا بس ما متيت والله يا ابويا شو اللي صار يا زهره تبث الامها لمن تروح الى من واذا بها تنادي بس غاب شخصك يا ولينا علقت رواية الشرع علينا اجاني العدو يا شياطين حطبهم وياهم شايلين انا قلت ليش عندك جايلين وكل يوم قلبي مروعين امر على رجاس المدينة يقيدون الليث العرينة انا طلعت وحدي وراهم بس ما شافني المشرج بدينا امر على عبدة وضربنا اي ومن ضربته للقايا ترفعون جنازته خلها تودع عليك لا ترفعون جنازته خلها تودع عليك لا ترفعون جنازته خلها تودع عليك لا ترفعون
لا ترفعون جنازته خلها تودع عليته، لا ترفعون جنازته خلها مات النبي ونع الأجل بسمنا يلي تجهزون محنون شيعا راح العطوف حلت أول فاجعة، راح العطوف حلت أول فاجعة، قبل الدفن خلوا اليتامى تودعا عن وجه سفرها الجفن ينظر له حسين وحسن، عن وجه سفرها الجفن ينظر له حسين وحسن، صعب عليهم فرقته لا ترفعون جنازته خلها تود. بعد ان قطع عنها الارض وحي السماء وانا بقيت بغربتي متألمة، قاسي ترى احساس اليتم ما اعظمه، لا تحملونه لا تحملوا خلت ودع فاطمة، ومصاب ما اتحمل بعيوني خالي منزله، غاب السراج بغابته لا ترفعون جنازته، لا ترفعون جنازته خلها تود. الله يعينك يا علي مصابك بدأ، الله يعينك يا علي مصابك بدأ، شلون بوسط قبر الحبيب توسده، شلون بوسط قبر الحبيب توسده، تدري إذا بلحدة أبويا تلحده نعروح طب توقف على باب العدا، بعد النبي وش تحتمل كل خافي تنقاد بحبيب، بعد النبي وش تحتمل كل خافي تنقاد بحبيب، قلبي يعيش بحسرته لا ترفعه، لا ترفعون جنازته خلها تود. يا ريت حاضر عندي حالي ينظره، يا ريت حاضر عندي حالي ينظره، ما بين باب وبين حايط حايره، لا ما يطول عمري من بعده ترى، لا ما يطول عمري من بعده ترى، لازم أجيل والضلوع مكسرة، لازم أجيل والضلوع مكسرة، والصوت لو علمة والسطرة تنزل على الجفن، والسطرة تنزل على الجفين، ريت يعاين بضعته لا ترفعون، لا ترفعون جنازته خله. يا ريت حاضر عندي حالي ينظره، ما بين باب وبين حايط حايره، لا ما يطول عمري من بعد ترى، لازم أجيلة والضلوع مكسرة، لازم أجيلة والضلوع مكسرة، والصوت لو علمتين والسطرة تنزل على الجفين، ريت يعاين بضعته لا ترفعه، خلها
تود عالته لا ترفع بعد المصايب عالقلب متواصلة طبرت علي وسم الحسن ترسم بلا وما المصيبة لتفجع السبع العلا سنين صبت من ينذبح في كربلا سنين صبت من ينذبح في كربلا زينب يا جدي تندبه حلت رزية راتبة أعظم مصيبة مصيبته لا ترفع بعد المصايب عالقلب متواصلة طبرت علي وسم الحسن ترسم بلا وما المصيبة لتفجع السبع العلا حسيني الصبط من ينذبح في كربلا حسيني الصبط من ينذبح في كربلا زينب يا جدي تندبه حلت رزية راتبه اعظم مصيبة مصيبته لا ترفعون جنان لا ترفعون جنازته خلها تود يا الله صل على محمد اجرنا في مصائب على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمه وصل عليهم أجمعين اللهم ومن على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات سيما المنظورين بالخصوص لمن دعونا لهم بالصحة والعافية يا رب العالمين المسببون لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم وسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.